السلام عليكم اخواني مشاهدي قناة سيدي عقبة تي في، اينما كنتم تحية طيبة للجميع. شكرا لاختياركم هذا الفيديو من اجل متابعتنا. في البداية نتمنى ان تشتركوا في قناتنا وتنضموا وتفعلوا رمز الجرس حتى يصلكم كل جديد من قناتنا. معكم معروف سالم من قناة سيدي عقبة تي في. برنامج جديد اسمه مجرد فكرة، نطرح فيه أفكار بسيطة نتمنى إن شاء الله أن تلقى القبول وتلقى التفاعل وتؤتي ثمارها. مجرد فكرة لهذا اليوم وهو: افتح خزانة ملابسك، ستجد العديد من الملابس لا تحتاجها مركونة في رفوف الخزانة، تأخذ مكانا وتأخذ حيزا وأنت لا تحتاج إليها. ملابسك، ملابس بعض أطفالك، ملابس أهلك، أصبحت الآن لا تحتاجها ولا تستعملها. خذ هذه الملابس، نظفها، اكويها، ضعها في أكياس، اختر ما هو صالح لللبس وما زال في حالة جيدة، وابحث عمن يحتاج إليها. هناك الكثير من الفقراء لا يجدون ما يلبسون، ربما ملابسك القديمة، ملابسك أنت وملابس ربما أولادك، هناك من هو محتاج إليها، فابحث عن هؤلاء واعطهم هذه الملابس. أنت لا تعرفهم، اتصل بجمعية من الجمعيات الخيرية وأوصل لهم هذه الملابس. نسقوا مع جمعيات الخيرية، جمعيات المساجد. خذ معك في السيارة ملابس قديمة في أكياس واخرج على أطراف المدينة، ستجد فيها منازل لأشخاص محتاجين إلى دفء ومحتاجين إلى ملابس جديدة، ملابس يتدفؤون بها ويلبسونها ويحمون بها أنفسهم في هذا البرد الشديد. ملابسك القديمة التي أنت لا تحتاجها قد تفرح عائلات كثيرة وقد تنقذهم من برد هذا الشتاء القارس، فالجنة تدخلها إن شاء الله من باب خزانتك. لا تحرم نفسك من الأجر ولا تحرم هؤلاء من المساعدة، وإذا رزقك الله تعالى وأعطاك من خيره وفضله فلا بأس أن تضيف مع هذه الملابس القديمة بعضا من الملابس الجديدة. كلمة أخيرة في الختام هذه الفكرة: يا ليتنا نعطي الملابس التي نفرح بها الآخرين. إذا كانت ملابس لا تليق، ملابس ممزقة وملابس ربما متسخة جدا، هذا لا يليق. كما قالت السيدة عائشة رضي الله عنها: إن هذه الصدقة تقع في يد الله عز وجل قبل أن تقع في يد الفقير. أنت تعطيها لله عز وجل وتعطيها من أجل الله عز وجل، فاختر من الملابس ما هو بحالة جيدة، اغسلها واطويها وضع فيها العطر واجعلها ربما في كيس جميل واعطيها لمن يحتاجها. هذه كانت فكرتنا لهذا اليوم، مجرد فكرة، إن شاء الله تنال إعجابكم. إذا أعجبتكم الفكرة طبقوها، إذا أعجبكم الفيديو اعملوا إعجاب وتعليق، نسعد بتعليقاتكم. مجرد فكرة من قناة سيدي عقبة تي في، نتمنى اشتراككم في القناة، والسلام عليكم ورحمة الله.